Good morning. نحن اليوم يا شاطرين رح نشتغل exercise 2 والexercise 3. رح نبلش بالexercise 2 بقلنا read the fraction, determine the numerator and the denominator and color the part which represent the fraction. طيب طالب مننا كذا شغلة بالسؤال. أول شيء بدنا نقرأ الفراكشن. نحن بنعرف انه أول وحدة 3/7. أوكي بدنا نحدد النيميراتور. النيميراتور هو احنا قلنا على طول النيميراتور هو اللي فوق هو 3. الدينوميناتور اللي تحت يعني اللي هي 7. اوكي هلا هون ايش بيقلنا؟ color the part which represent the fraction. بدنا نلون الجزء اللي بيمثل هيدا الفراكشن. 3/7 يعني بدنا نلون نحن من اصل 7 هن 7. 1 2 3 4 5 6 7. من اصل 7 بدنا نلون قد ايه 3. هيك بنكون مثلنا الفراكشن. هنعتمد لون تاني. نلون 3 هيدي 1 هي اول وحده. هيدي 2 بعدين عن بعض وهيدي 3. اوكي هيك ممكن جاوبنا على السؤال. لونا 3 من اصل 7. وشغلة تانية حددنا النيميراتور على طول اللي فوق هي 3 والدينوميناتور هو 7. طب هوني 1/3 يعني نحن بنلون وحدة من اصل 3. اوكي 1 بنلون بس وحدة. فانتو عندكن ال 1/3 ان النيميراتور هي ال 1 والدينوميناتور denominator هي 3. طيب هون 2/4 2/4 بدنا نلون من اصل 4 هن كلهم 4 بنلون 2. بنلون مثلا هيدي 1 بنلون مثلا هيدي 1 2. هذا بيمثل فراكشن 2/4. طب هوني 4/9 هن كلهم 9 بنلون 4 منهم. بنلون 1 هيدي اول وحدة اول تريانجل 1 2 اللي بدكن اياه 3 وهوني اي تريانجل 4. نلون 4 من over 9. قلنا النيميراتور ما عادش نكتب انه النيميراتور هو ال 4 والدينوميناتور اللي تحت اللي هو ال 9. طيب 5/6 هون بنلون من اصل 6 بنلون 5 بنلونهم كلهم ما عدا وحده بنخليها فاضي. 1 2 3 4 وهون 5 وكلهم ملونين يعني. طب هون 2/5 كمان بنلون 2 من اصل 5 بنلون هيدي 1 اللي بدنا اياهم 1 وهيدي 2. فبتكون ال 2 هي النيميراتور. 2 هي النيميراتور اللي فوق وال 5 هي الدينوميناتور. طيب بالنسبه للاكسرسايز 3 بقلنا لي لا هيدي فرنسي. اوكي هيدا نفس الاكسرسايز. اوكي بالنسبه للاكسرسايز 3 بيقلنا in each of the following case what is the fraction that represents the colored figure. بدنا نمثل شو هو. هلا بالعكس بعكس النمبر 2 كان عطينا الفراكشن ونحن بدنا نلون. هلا هو ملون نحن بدنا نطلع الفراكشن. طيب هون كم عندكم بنعدهم مثلا الملونين اول شيء 1 2 3 4 5 هون 5 اوفر التوتال كلهم هن هون 5 6 7 8 9 10. احنا هودي بيمثلوا 5 اول فيجر بتمثل اول صوره هن 5 من اصل 10 كل. هلا هون 1 2 3 4 يعني 4 اوفر
كلهم هني 1 2 3 4 5 6 4 over 6. بالنسبة لتالت وحدة الملونين هني 1 2 3 4 هني 4 over كلهم هني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30. هيك ممكن طلعنا الفراكشن لكل فكر.